صباح الخير يا كراميلا. صباح الخير يا حبيبتي. يلا اقعدي افطري. هو انت مش هتاكلي معايا ولا ايه؟ ما اعرفش، معدتي مقلوبه من الصبح ماليش نفس. على فكره عايزاك تبلغي حماتك ان انا رايحه النهارده. ليه يا ماما؟ خير؟ في ايه؟ هتستجوبيني؟ اعملي اللي بقول عليه وبس. ده ايه ده؟ حاضر. انا مش عارفه ما بيردش عليا ليه ده. ماشي خلاص اوكي. طب يا عزه تقفل دلوقتي، هكلمك كمان شويه. انت عارفه لو ماما سمعتك هتبقى مصيبه سودا على دماغك. ما خلصنا بقى، هو صبح وليل، وبعدين انا اتفقت معاه يجي يكلم بابا علشان يبقى الموضوع رسمي ونخلص. رسمي ايه يا بنتي؟ انت عبيطه، ده مفلس وماله. اللي معاه يدي اللي معهوش. الله. اللي معاه يدي اللي معهوش. وانت حبيبتي عايزه يعني ابوك يجيب له شقه ويفرشها له ويقول له اتفضل خد بنتي اتجوزها؟ انت مجنونه. كفايه انه بيحبني، مش انت راح تتجوزي واحد كل اللي تعرفيه عنه ان بدلته شكلها حلو؟ على الاقل مش صايع زي البيه بتاعك. انا مش قادره افهم بصراحه، انت ازاي تقبلي تتجوزي واحد جه وقعد اتفرج عليكي لمجرد ان انت بنت عبد الله؟ طب والنبي هو ده شويه؟ هو جاي حبيبتي وعارف ان انا بنت اصول، انت اكبر رجل اعمال في مصر كلها. شفتي؟ اديكي قلتيها بعظمه لسانك، عشان ابوكي مش عشانك. لا ثانيه واحده، هو لا محتاج ولا فقير ولا مش لاقي ياكل مثلا زي البيه بتاعك ده. لو جينا بقى حسبناها بالعقل يبقى هو اللي جاي طمعان في فلوس ابوكي، يعني عشان فلوس ابوكي برضه مش عشانك. الكلام ده مش صح. انا اقدر افهم في الشخصيات كويس جدا. عزت ده محترم جدا وابن ناس، هو اي نعم فقير بس عالمي. عارفين يعني ايه عالمي؟ اكيد طبعا عارفين، عالمي في الفقر. لا يا حبيبتي، عالمي في الطموح. عزت اللي مش عاجبك ده بكره هيبقى ولا بيل جيتس. بلا خيبة، انا عندي مشوار مهم لازم اجري دلوقتي حالا. لا استني، خدي معاكي في طريق. استني يلا. بابا صباح الخير. صباح العسل يا حبيبتي. كويس ان انا لحقتك قبل ما تنزل. خير يا حبيبتي؟ يعني كنت عايزاك في موضوع كده. قولي. امبارح رحت لعم جميل وغيرت عربيتي. ولا يهمك يا حبيبتي، انا هتفهم معاها. ميرسي قوي احلى بابا. سلام يا ماما. وخير يا كريم. اهلا يا عبد الله. برضه مش عايز تاخدني معاك؟ سيبينا اتصرف براحتي يا كريمه. ماشي، انت مصر تمشي بدماغك ليه؟ ايه تمشي بدماغك دي؟ انا حر ولا انا غلطان اللي قلت لك؟ لا انت مش غلطان، بس انا مقصودش يعني. لا تقصد يا كريم، وبعدين انا حر اخسر اكسب اجمع فلوس وارميها في الشارع على رايح اللي جاي، انا حر. الله الله الله، انت فهمتني غلط يا عبد الله، انا اقصد تاخدني معاك اطب على عبد السلام، اسلم عليه واشوف شمس واشوف حسن واشوف مروان، ده كل قصدي يا اخويا. مره تانية يا كريمه، مره تانية. مره تانية مره تانية فيها ايه يعني؟ اديني قاعد اهو. ها وحياتك انت ما مشيت الا ما نلت المراد والطلب منها. بالك لو ما نفعش. ها هينفع؟ هيشوفها بومة قرد مسلسل، ولا هيطيقها ولا هيطيق جسم عصرتها. بعدين أنا عمري قلت لك حاجة وما حصلتش؟ مش قلت لك إنها مش هترمي ولا هتشيل وهحصل؟ صح حصل. خلاص أنت بس تاخدي ده تحطيه في قلب المخدة، وده تحطي شوية منه في كوباية مية على الريق، وبيدعي لي بقى. عارفة يا دلال، لو طلق أو غارت ندرن عليا، لجيب لك بيت جديد. قلت إيه عاد؟ هتغور والله العظيم هتغور. بيت جديد؟ طب أقول لك، لو ما غارتش هجيب لك رقبتها على صدرها. هتخلصيني منها يا بنت؟ لو تمن بيت جديد كبير وحلو كده أخلصك منها ومن اللي جابوها كمان. So...
على مهلك سوق بكرة الدنيا تروق ترارارا سوق على مهلك سوق بكرة الدنيا تروق والله ما مصدق نفسي ان احنا مسافرين نهوى نفسينا ايوه اخيرا اخيرا يا اسحاق هنشم هوا الحريه ونطلع من النكد اللي احنا عايشين فيه دي على رايك هنقعد يومين بعيد عن الهم والغم ووجع القلب ده طب ليه ما رحناش اسكندريه ليه ويا مصر وحشه دي عسل وحقه زي السكر انت نسيت ولا ايه لا ما نسيتش بس يعني ما بستش ولا حاجه لعلمك انا اعمل لك مفاجاه 10 على 10 عمر عقلك ما حيوصل لا مفاجاه ايه ما احبش مفاجاتك يا سحق لا وهي دي اي مفاجاه دي هتخرج من نفوخك وحياتك انت وابقى قول اسحاق قال لي قال انت هتغنيه ما تطلع مغني احسن طب سوق سوق على مهلك سوق بكره الدنيا تروق صباح الخير يا مدام سيهان حضرتك لما تبقي مديه ميعاد لحد ما تبقيش تتاخري عادي خير حضرتك عايزاني في ايه لا ده كده مش خير ابدا البدايه ما تطمنش مدام حضرتك ابتديتي بالكلام ده انا هاثر عليك الطريق لان انا بصراحه ما كنتش عارفه ابتدي ازاي بس دلوقتي انا جايه عشان اقول الجوازه دي ما تنفعش يا اختي لو بعرف ازغرك كنت بركه يا جمع اللي جت منكم ده انا اللي جايه اقول لك ابنك ما ينفعناش يا حبيبتي احنا عايزين راجل يعرف يشيل المسؤوليه و لا يتهنن ولا يتدلع ولا يبقى عايز ماما تحط له البزازه في بقه ويا ريت يا ست سهام يا اختي تعيدي نظر في تربيه ابنك يا اختي عشان لما يتقدم لحد يحترموه العروسه تحترمه وتقول ده راجل مش ننوس عين امه بالسلامه يا روح الروح مع السلامه ده يا تاخدك مروان قوم اتحرك ايه في ايه بسم الله عمك عبد الله هنا بتقولي صح ايوه انا شفته وهو داخل قلت اجي اقول لك بسرعه قبل الست الوالده ما تستفرد بيه خصوصا ان ابوك مش هنا اسكتي ايه الكلام ده في ايه بقول الحقيقه امك ما بتحبوش ولا بتحبني ولا بتحب اي حد في البلد كله قلت لك مليون مره الكلام ده مش عايز اسمعه وبعدين انا ما بحبش اشوفك متعصبه بقول اللي جوايا اكتم في نفسي يعني اطق اموت لا بعد الشر عنك ما تموتيشي اسمعيني دلوقتي اذبح فرشتي اللي عمي بتبصي لك ده ليه يلا قومي قومي يا قمره وربيع يا ست الستات ايوه كده اضحكي يلا قومي عيني يلا يا عيني يلا قومي يا حلو قومي